على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبلاء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر متأثر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرتبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. اللهم تقبل منا الصلاة والدعاء اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا بحق سيدنا مطهر الدين رحمه الله بابا جان تمام في حاضر ابن بارغان والمحبة تفيدة ابن بارغان بابا جان دادا مجد جان سبتين دیا رحمت برکت لے کر ہم تمام کے حصول میں ہونا مجید ہم تمام کو عطا فرمائیے ہم تمام کے ظاہر کو باطن کو اپنی نگاہ کرم اور دادا حضرت کے انوار و برکات کے ذریعے سے مستفیض فرمائیے اور اسے سنوارنا ہم تمام کے حصے میں ہونا نصیب فرمائیے اپنی دعاؤں سے اپنی نگاہ کرم سے اپنی خیرات اور اپنی روحانی مدد سے ہم تمام کی استمداد فرمائیے ہم تمام کی مدد ہونا نصیب فرمائیے دنیاوی اخروی معاملات میں کامیابی و کامرانی ہونا نصیب فرمائیے آپ کی دی ہوئی نعمت پہ تا قیام قیام عمل کرنے والا بنائیے اپنے ظاہر کو بھی مضبوط اور اپنی باطن کو بھی ترقی دینے والا بنائیے ہم تمام کے اوپر کرم فرمائیے ہم تمام کو اپنی دعاؤں سے اپنے لطف و کرم سے مستفیض فرمائیے اپنی کرم نوازی سے مستفیض فرمائیے دادا حضرت کی بارگاہ میں ہم تمام کا محبت بھرا سلام پیش فرمائیے دادا حضرت سے کہنا کہ ہم اب آپ کے طلب جا رہے ہیں ہم آپ کے امیدوار ہیں کہ دنیاوی اخروی ہر دو معاملات میں ہم تمام کے حصے میں کامیابی اور کامرانی اور رحمت برکت عطا فرمانے کے لیے ہمارے معروضہ دادا حضرت کی بارگاہ میں پیش فرمائیے ہم تمام کے اوپر کرم فرمائیے ہم تمام کے اوپر رحم فرمائیے اپنی روحانی مدد سے دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیے ہمارے اس معروضے کو دادا حضرت کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.
کھلتے ہیں چھپانے میں اور روٹنے کا سبب تب میں جانا اور ہم تو مصروف ہیں منانے دیتے ہیں بے خود
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
قبل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولاي محمد مبارك وسلم. اللهم تقبل منا هذه الحفلة المباركة يا إله العالمين. يا الله اسمك في الوقت مبارك مقبول تزي بي في سمسو كوي غلط يا سوه يا سمع فرما اسمك في سمسو انوار وبركات ومرمام كي اوپر جاري وصاري فرما بالخصوص اگر سے سرکار بندہ نواز سے کوئی وبركات متقفیس فرما حضرت مطهر بیا کے انوار وبركات متقفیس فرما حضرت برمان کی انساء صاحب پاشا اور حضرت سیدنا یوسف انساء کے انوار وبركات سے تمام کو متقفیس فرما یا اللہ ہماری اس دعا کو حضرت مطهر بیا کے حضرت اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.